موجز الأخبار من قناة ليبيا الحدث، أهلا بكم مشاهدينا. نشرت صفحات سورية موالية لتركيا تسجيلا مصورا على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مئات المرتزقة السوريين في معسكر في منطقة جنزور وهم ينشدون الولاء لتركيا. وأظهر المقطع المصور اصطفاف مئات المرتزقة السوريين التابعين لفرقة سليمان شاه في معسكر سيدي بلال بمنطقة جنزور غرب طرابلس في عرض عسكري، رافعين أعلام سوريا وتركيا وصور رئيسها رجب أردوغان. أظهر مقطع مصور جديد حجم التمويل الذي لا يزال يتلقاه المرتزقة السوريين المقاتلين في ليبيا من النظام التركي المواليين له. كشف المقطع الذي تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي كم الرواتب التي يتقاضوها هؤلاء المرتزقة بشكل يومي من أجل البقاء في ليبيا والقيام بأفعال متطرفة تنفيذا لمطالب النظام التركي الممول الرئيس لهم. الجدير بالذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن مؤخرا ارتفاع عدد المرتزقة الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا إلى 17,000. نشرت دائرة توزيع شرق بنغازي التابعة لشركة الكهرباء عبر موقعها الرسمي توضيحا مفصلا بالقدرة المفقودة لمحطات التوليد خلال الفترة الراهنة، وأرجعت شركة الكهرباء أسباب طرح الأحمال الزائدة إلى نقص إمدادات الغاز الطبيعي لمحطات التوليد. كما حملت الشركة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله المسؤولية الكاملة في خفض إمدادات الغاز الطبيعي للمحطات، ما يلزمها اللجوء إلى طرح الأحمال. شدد رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا على ضرورة إغلاق كافة الأنشطة التجارية والمنتزهات العامة بالإضافة لمنع إقامة كافة المناسبات الاجتماعية، وذلك خلال اجتماع عقده مع اللجنة العليا لمكافحة كورونا. وشدد رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا على ضرورة إغلاق ومنع التنقل التام بين المدن، كما شدد في الوقت ذاته على المواطنين بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية بما يكفل الحفاظ على صحة وأمن المدن والمناطق. أعربت رئيسة اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا الدكتورة فتحية العريضي عن قلقها إزاء زيادة أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا وتغير نمط الأعراض، كاشفة عن عدد الحالات النشطة بمناطق سيطرة الحكومة بلغت 86 حالة و15 حالة وفاة. لمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب وتليجرام، وبإمكانكم أيضا تحميل تطبيق القناة عبر أجهزتكم المحمولة. كما يمكنكم متابعة البث المباشر على موقع القناة الرسمي ليبيا الحدث .net. نهاية الموجز، في أمان الله.